الولد هز طوموبيل، هو يسوق سيارة التعليم تعلم مونيتور، هو عنده بيرميد بال وعنده هذا، وراس صحابه كلهم كيعرفوه ولد مستقيم. شي 300 واحد كلهم جايين عندنا دابا كيبكيو، وبقى فيهم هز الطوموبيل مشى عنده شي شاف امه واثرت عليه، وهو هز الطوموبيل ومشى جاي تبريش ديك الهبطه حدا داك الكروت اللي تما داك الكهف، وتقلب مسكين. ملي تقلب ثلاثه اربعه المرات الطوموبيل مصوره، بقات الجهه ديالو الموتور ما مقيوساش. هو خرج جدرمي قالوا هارب، لا ما هاربش، هو خلل. ملي تقلب تخلع، خلى الاوراق، واش اللي هارب ما تيديش الاوراق؟ كيدي الاوراق ديالو ويدي البيرمي، وخلى البيرمي والاوراق، وخلى لاكارت ناسيونال ديالو وديك لاكارت كيشي والتليفون. شكون اللي جا؟ جاو جدرميه ديال حد الغربيه، حد الغربيه جاو في الليل، نقول لك مع شي جوج ولا شنو، انا ما كنتش حاضر، انا كنت مسافر. جوج الليل خو هو اللي كان هنايا، عيط ليا وما قال لي والو، قال لك انا عاد عيط لي صاحبه قال لي اعطيني التليفون ديال البدر، تيقلبوا عليه. هما الجدرميه داروا الكوستا، شافوا الطوموبيل ديال السيرفيس، ما دوزوا للسيرفيس ديمين باش يعطيهم سميتو، جبروا مول السياره التعليم عيطوا ليه، قال الطوموبيل مقلوبه. جيت دي طوموبيل جاو داو ديباناج. هما ملي داروا المحضر لدابا ما شناهم الاوراق عندهم، حتى حد ما اتصل بينا. هادشي راه ماشي معقول، خص المسؤولين يديروا يتحركوا شويه، يتحركوا شويه، راه ماشي اللعب. هو صح حنا يحلوها مع اصحابو، خص العداله، خاص اصحابو دابا كلهم جايين تيبكيو، ولد هما شاهدين ليه. وثلاث ايام ولا اربع ايام انا كنت مسافر، جيت نهار الخميس، جيت نهار الخميس وعاد الثلاثة تنقلب، عيط له قلت له سير على الجدرمي ديال هنا الولد، بعد ديال حد الغربيه ما دابا ما خلاو الاوراق عندهم، ما عيطوا ما حتى شي حاجه. جي نهار جيت انا نهار سميتو، مشينا الجمعه، الجمعه مشينا عند البوليس، درنا التقرير، جبت الحاله المدنيه ديالي وبينه ولدي انا هذاك. اي شكون اللي قال لي انا بعدا راه مضروب؟ عيطت لي واحد السيده مرات واحد خدام في ديك معمل الشكايه، قلت لها راه ولدي، قلت لها واش لاباس؟ قلت لها ما لاباس والو، راه ولدي تقلب وهذا وما عرفنا فين كاين، ثلاث ايام ولا اربع ايام هو غايب غائب، حنا تنقلبوا عليه. الريح الطبي باقي هما خصهم اللي نوضنا الضجه عليهم. الولد مقتول، واخا يقولوها اللي بغى يقولها، الولد مقتول. انا واخا ماشي طبيب، انجينير في تكستيل، فهمتي، اكسبير كاع في تكستيل، كنعرفوا الحديد، كنعرفوا المشاكل كاع ديال الوقت، كنعرفوها. راه عندي في عمري 67 سنه وعندي تجارب، عندي تجارب وكنفهم. راه غتشوفوا تعرفوا مضروب. مشيت عند الجدرمي ندير المقال، شنو قال لي؟ قال لي راه شي كسيده هكا وتلاح وراه. قلت له الولد راه مضروب في وجهه كامل، عامل مزرر مضروب هنا وسنيه ما كاينين، دار تقلب مشى قاب الطريق 20 كيلومتر على رجليه، واش اللي مضروب غادي يمشي 20 كيلومتر؟ اه ودخل اللي عاودوا الناس، على ما عاودوا الناس على ما شت والو، صحاب الشر ويحصل الامن هما اللي يمشيو يديروا التقرير ديالهم ويبحثوا. دخل القهوه كاع مغبر وداك الشيء، قال له ما عرفوش شكون هو، غريب على الموقع. قال له اش بغيتي؟ قال له اعطيني شي كاس ديال باش يسخن، اعطيني بهذا. قال لي خرج علينا دفعوه، والولد عندي ما كيرضاش نفسه في مناخره، ملي تيدفع فيه ضربوا براس ناضوا مولي القهوه، تحموا عليه ما عرفتش شحال من واحد، اربعه ولا خمسه. هو هايج هو الولد ديك الساعه، وكنعرف الولد انا، اصحابه كيعرفوه، نفسه في مناخره، ناضوا تحموا عليه. ملي تحموا عليه شنو دار هو ديك الساعه؟ وغلبهم وعيطوا صحاب الشر، قالوا لي شي 25 ولا 15 واحد ولا 20، ما نقدرش نقول لك، خصهم هما يديروا البحث. هما راه الجدرمية قالوا راه سدينا 12 وطلقناهم، علاش يطلقوهم؟ اشنو داروا ديك الساعة؟ جابوه حتى لحدا القنطرة، شوف القهوة فين كاينة، من السكة لهيه، وجابوه حتى لحد القنطرة ودقجوه مزيان، ودعوا على وجهه. كاين الناس اللي قالوا له جروه بالطوموبيل، شوف وجهه كي داير، وجهه كله مزرار ومضروب هنا، راه اللي شتا ديك الحالة ما تنعش وما تاكلش النعمة. الاسم ديالي محمد بدر بن خالتي، انا الاخ ديال الشهيد محمد بن خالتي اللي تعداو عليه شي ناس في حجر النحل، ما عرفناش شكون هما، باقي المحضر عند الدرك الملكي. الاجراءات هي باقا ما عرفناش شنو فيها، باقي متبعين المسطره. المهم انه حنايا النهار الاول اللي خرج من الدار في جوج في الشهر، خرج في 12 د الليل عمل حادثة سير،
في طريق دبريش القواص، تما عمل هاد الحادثه، تساير في 12 د الليل، غادي يجبروه لا غدا في نفس اليوم في 8 على الاقوال ديال الدرك الملكي، في ما بين 8 والعشرة. ماشي هما اللي عيطوا لنا، مع العلم ان الحادثه اللي وقعت خلى الاخ ديالي خلى الاوراق ديالو كامله الشخصيه، لاكارت بيرمي، يعني الاوراق كاملين ديال ثبوت الهويه ديالو بقاو في السياره. ومول سياره التعليم استدعاوه الجندرم، قال لهم بان هذا السيد هذا هي كيخدم معايا مونيتور، كنخلي له السياره اليوم، ما التحقش بالعمل ديالي، بالعمل راه ما عرفتوش علاش جا، كنعيط تليفون مشدود ما عرفتش شني كاين. يعني واحد الانسان عمل حادثه ما شافوش فين هو، اختفى. غدوز في ديك اليوم غادي تقتل، ولا غتكتب له ان شاء الله الشهاده في حجر النحل. على حساب الاقوال ديال الدرك الملكي، قالوا لنا بانه كان كيعاني من شي خلل، طلع فوق قنطره سيب على الناس الحجار، جاو ديك الناس كتفوه، تعداو عليه ضربوه، هادشي انا ما شفتوش، ولكن من خلال الكدمات اللي شفت عنده في الوجه ديالو، في النصف ديالو، في الساق، على مستوى الساق، على مستوى الظهر مجروط. الراي العام هو شي واحد عنده عمل حادثه الاولى في بريش المكان مع الحادثه الثانيه 22 كيلومتر، واش غادي يقدر يمشي الا كان مصاب بديك شي كامل؟ راه ما يقدرش يمشي هذه المسافه كامل. هنايا كاين بزاف ديال الالتباسات في هذه القضيه، هذه عندنا بزاف الشكوك بان كاين شي حاجات ماشي هي هذيك، الله اعلم شنو كاين. يعني ان القضيه راه ما مشاش في الاول، على الاقوال ما كنشوفوش بانها ماشيه مزيانه. كنتمنوا من جميع المعنيين بالامر اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو في الاذاعه بانهم يتدخلوا ويساعدونا ويكشفوا على جميع الحقائق. حنا عاملين المحضر عند الشرطه، اننا كنطلبوا من العداله ومن جميع السلطات المعنيه بالامر اللي غادي تشوف هذا البرنامج هذا، انها تتدخل وتساعدنا بالعثور على الحقيقه. وحنا ما طالبين شي حاجه، طالبين الحقيقه فقط.